اليوم مدينه اسفي كلمه على الماراثون ديال الدوزيام سومي ديال الدوزيام اديسيون ديال اسفي. فاللي نبغي نقول واللي نبغي نشهد عليه انه اولا باش المغاربه كلهم يعرفوا على انه البدايه نتاعي والانطلاقه نتاعي في البطوله الوطنيه للعدو الريفي كانت هنا بنت اسفي 1991. فانا ذاك حتى واحد ما كان كيتسنى على انه الظاهره غادي تبان في اسفي والانطلاقه البطوله المغرب العدو الريفي نتاعي بدات هنا، وانا فخور انني نجي المره الخامسه. ف بالمناسبه نتاع التظاهره بالعكس فهذه تظاهره رياضيه ممتازه من جميع الجوانب، من ناحيه تاع التاطير، من ناحيه تاع التنظيم، من ناحيه تاع العدد المشاركه، من ناحيه تاع العدد الانخراط نتاع السلطات، الانخراط نتاع يعني كاع المكونات اللي هي بحقها كتساعد في هذا النوع تاع التنظيم وهذا النوع نتاع. ف المغرب محتاج لهذا النوع هذا بلاعطاء فرصه للشباب والشابات للممارسه الرياضيه وايضا لتنقيب المواهب الرياضيه في جميع الفئات. فكنتمنى ان شاء الله هذا الشيء هذا يتكرر في جميع المدن باش نقدروا يعني نقبوا على الابطال الغاد والمغرب يولي زاخر بالابطال نتاعو ان شاء الله في المستقبل. هشام سباقات على الطريق عنده اشعال مدينه اسفي، اشعاع اقتصادي اجتماعي. بطبيعه الحال بطبيعه الحال فغادي يكون عنده اشعاع لانه من خلال هذه الحركه هذه راه المكونات كلها كتحرك، الاقتصاد المدينه، لي زوتيل، ف يعني بغض النظر على الاقتصاد يعني الحركه الاقتصاديه فهناك حركه بشريه قويه فتولي المجتمع مشارك في هذا النوع هذا فكيقلص على واحد العدد تاع المشاكل. فكنتمنى ان شاء الله باش هذا الشيء هذا يكبر سنه على سنه ويولي ان شاء الله من احسن سباقات نصف الماراثون في الدوليه. اخر كلمه للجمهور مدينه اسفي. فكل ما اتمنى ان شاء الله طول العمر والازدهار لهذه المدينه في جميع الميادين اقتصاديه واجتماعيه ورياضيه. فكنتمنى ان شاء الله باش الاهل المدينه وسكان المدينه ينخرطوا يعني بكافه باش المدينه هذه ان شاء الله تكون عندها يعني أسس قوية في جميع الميادين.